وتصبح جرائم عراب الفساد قضية رأي عام. كل المشاريع التي أنجزت في بنين اليوم أصبحت مرجع حتى داخل المدن الشمالية للمملكة. هناك مشاريع لا تعد ولا تحصى. لا 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 شوف الموضوع عام من داكشي السيد الرئيس، وانا نورك على الاقل، نورك ونور من خلالك مستشاري الجمعيه. كتعرف السيد الرئيس بان هناك واحد المجموعه ديال المشاريع اللي توقفات واللي فيها مشاكل، انت لست بالمسؤول، ولكن كاين الاستمراريه ديال الاداره، ولكن كاين بعض المسائل اللي من خلال هذه المشاريع اللي هي مشاريع خطيره جدا. انا نعطيك رقم السيد الرئيس، وبغيتك تبحث في هذا الشيء لانه ما تخش كلامي على الرجال، لانه المسائل يمكن راه كيف كنقول لك غادي تطول لما هو اسوء. ملي كنقولوا المجلس كيتخلى على ما قيمته مليار و500 من الدعاير، وعندما كنقول لك الرئيس كنقولها بالحجاج وبالوثائق، راه ماشي كلام عشوائي كنقولوا من اجل الدعايه ولا من اجل المنافسه الانتخابيه ولا من اجل السياسه، لا، احنا كنسيروا الاهم، وانت مسؤول وانا مسؤول، انت مسؤول في اطار انك كتسير وانا مسؤول في اطار اخر اللي هو ديال المراقبه. انا ملي كنقول لك على ان المجلس تخلى على مليار و500 ديال الدعاير، تسرع عليك سر عليك الرئيس، ماشي يعني كلامي ماشي كلام عبثي. حنا عندنا مشروع ديال امان والشن اللي دارت له على انه من خلال الكشف الحساب اللي دار يوم 12 يوم 28 ديسمبر 2012، بغيتك السيد الرئيس تبع معايا التواريخ باش تستافد، انت تستافد غير تعرف شنو هو المشكل، باش تا الى طرح لك هذا الملف تعرف المعطيات ديالو. عطى كشف حساب توقع يوم 28 دجنبير 2012، ومن بعد عمل الديكونت ديالو يوم 7 نوفمبر. المواطنين أن يتساءل، أن المواطن أن يتساءل ما الجدوى من وجود مؤسسات وإجراء الانتخابات وتعيين الحكومة والوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصلة إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين وخاصة الشباب للعزف عن الانخراط في العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات، لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن نستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي وألف ما أقول لأنه نابع من تفكير عميق. الحزب، وهل يحكم فعلا الحزب أم أنه أداة فقط ربما واجهة أيضا كذا؟ العدالة أولا، العدالة يجب أن لا تكون مرتبطة بالحزب. لماذا؟ يجب أن تكون مؤسسة من مؤسسات الدولة الثابتة والنزيهة والمستقلة والقوية. العدالة لدينا مثلا في المغرب قوية على المواطن، المواطن البسيط بمجرد أن يخترق النظام العام والقانون يعاقب، ونحن مع هذا الاتجاه. لكن لماذا لا يعاقب من هو مثلا في المكتب السياسي للحزب؟ لماذا لا عندما يقوم بخرق القانون؟ لماذا لا يعاقب برلماني أو مستشار برلماني عندما يقوم بخرق القانون؟ سأعطيك مثال. مثلا مستشار برلماني تهم بتزوير في محرر رسمي واستعماله، هذه الواقعة حديثة، وتوبع في حالة صراحة. لم يتابع مغربي قط في المغرب في تزوير في محرر رسمي واستعماله في حالة صراحة. فلماذا؟ لكن ليس هناك ما تسمى الحصانة البرلمانية ونفس المطلوب؟ لا توجد جارة مثلا حصانة. الجزائر مع دستور 2011 انتهى الحصانة البرلمانية في المغرب. وبالعكس، هذا المستشار البرلماني يوجد مع 10 أشخاص، وتابعهم الوكيل العام في محكمة أكادير، تابعهم بالتزوير في محرر رسمي واستعماله وفقا لقانون الجنائي، وبالتالي فرض الاعتقال الاحتياطي لكنه لم يتم، والآن يتابعون في حالة صراحة مع قاضي التحقيق. لماذا مثلا الحزب السياسي الذين ينتمي إليه هذا المستشار البرلماني لا يقوم بفسخ الصفة عن هذا المستشار وأن يتم تخليق الحياة السياسية؟ أعطيني مثلا من كل الأحزاب المغربية والأحزاب الجزائرية أعطت لائحة للنائب العام أو للوكيل العام أو للمدعي العام بأن هؤلاء المنتخبون راكموا الثروة مثلا، أو أصبحت ثروتهم مشبوهة ونريد التحقيق فيها. ولكن أليس هذا ربما مؤشر على أن هؤلاء أدوات يعني فقط، يعني ربما لأنهم هناك حاجة لهذه الأحزاب أن تؤدي دورا، يعني أن ربما تعطي صورة أن هناك تناوب ديمقراطي، حياة ديمقراطية، ولا تحكم أساسا، يعني هي أدوات أو لاعبين في إطار ملعب رسمته السلطة الفعلية في البلاد. هذا ما يحاولون أن يهموا به الرأي العام ويهموا به الشعب، لكن في تحليل الخاص قد أكون خاطئ وقد أكون مصيب. لكن أن في رأيي أن الأحزاب أو جزء من الأحزاب، حتى لا نعمم لأنه هناك نزهة، لا تريد أن تستفرد بالفساد وتستفرد بالسلطة وتعيش في معاناة، تحاول أن تحلحل المعاناة النفسية السياسية التي يعانيها بعض المنتخبون وبعض القياديين، وبمراكمة الثروة وبالظهور بالتعالي في العاصمة وبالاقتراب من الحاكم بثروتهم ظنا منهم أنهم في الحكم، بالرغم أن الشعب أعطاهم التدبير والتسيير. اليوم كيف تقول لي أننا سنناقش مثلا الإيديولوجية الإسلامية أو اليسارية ونحن لدينا مستشفيات كارثية، لدينا نظام تعليمي كارثي، لدينا نظام المواصلات كارثي، البنية التحتية يعني والعادمة. خلاصة كلامك يعني هؤلاء هذه الأحزاب لا يمكن أن تبرر قصة الحاكم وأننا لا سلطة لنا، هي تتحمل المسؤولية. لا تتحمل المسؤولية الكاملة، وهذه شعارات فضفاضة من أجل الضغط على الحاكم. لماذا؟ لأن لدينا نظامين أساسيين. ماشي هي فيه يمكن مشارك واحد هذا مارشي 120 مليون درهم، 800 مليون. هذا الطالب مش خدم ذاك المشروع، هذا كيخدم فيه، خدم فيه وقع فيه سوء تفاهم من التليفون، ما يعرفوا لنا مش معاه التعامل، وقع معاهم ثلاثة خلاف شوية، خدا قرار يريزيلي المارشي، يحيد لي المارشي، عفوا ما يعلم، يقول المنظور باش تعرفوا البشر، لأن هذا 800 مليون، ما يقارب 800 مليون. خدا شنو فيه؟ فيه لاميناجمون ديال الدخلة، فيه لي فونتين، فيه لي جيراتوار، فيه الأشغال كلها. مشى هاد السيد كيخدم، أول مخالفة اللي كانت شنو هي؟ قبل ما يجي المارشي، قبل ما يتأبروفا المارشي، المقاول خدم واحد الضرب، خدم أن ضرب، ما كاينش المارشي ما كاين با أبروفي، ما كاينش لور سيرفيس، وخدم الضرب. تفاجئوا هوني ما عندي ما ندير.
تمني في المارشي هو ان فورفي 40 مليون، ولكن المشكل ديال هذا 40 مليون نبدا بها باش نتبع معاه مزيان. هذا 40 مليون لي زيتود شنو داير مول البيرو ديتود في لو بري في البوردور اللي كنسميوه الثمن، داير فيه بري فورفيتير كونستركسيون دان دارو بري فورفيتير 400 مليون اللي كتجي الديتاي ديالو في وسط المارشي اللي غادي نقراه باش نخلص ونشوف كيفاش نخلصه. كنلقاو بان هذاك الثمن كيخلص وفوفي ريميرو وفوفي لو متر كاري كوفير، يعني ديك 40 مليون خصنا نشوف شحال من متر كاري كاين في داك الدار ونضربوها في 40، يعني داك الدار بوحدو دابا غاتاح بجوج دمليار، يعني 40 مليون في ميتبلي بار نومبر دو متر كاري اللي كاين. علاش كاين خطا بين هاد لو بوردور ديال الفريق بين الثمن وبين لو ديتاي ديالو؟ دابا المقاول انا جاي لا علاش هادشي كله؟ لان واحد البريديكتيود غادي نكتب عليكم غادي يجيكم هادشي كله. هذا البريديكتيود اللي بغا يدير هاد الصفقات الاولى جاب بريديكتيود واحد هو بيكت راني عندكم هنا في الرباط راه في الرياض، جابو عطاه 20 مشروع عطاه 20 اذا ملي دار داكشي بالزربه خصو يدوز مارك دازو كاين هاد الاخوان اذا عفاهم باش انا ما كنتش صراحه حتى انا غادي ندير غير واحد الخطوه بزاف اللي باش عاد باقي ما اذا هاد الاخر هادي كتبين لكم هاد السيت كيفاش شنو وقع. دونك خدا مارشي ب 800 خدم فيها المقاول هذا دار ليه ريزيلياسيون ريزيلياسيون لو مارشي اي سيتو ريزيلياسيون ابيزيف، لان ملي ما كيكونش عندك وثائق باش تثبت كامل الاخراج كتقول لها بان لا ريزيليسيون الى ريغلومونتير كندعيك انا كمقاول كندير ريزيليسيون ابيزيف كنطلب لي زانتيري موراتوار وكنعينو خبير جات الخبير انا ذاك الوقت راه دابز معايا. يعني شنو دار؟ صافوني في ظرف 48 ساعه هذا الدروبمون لان راك مشيتي ما بغيتيش تلقى واحد المحضر عندك اجل ديال 48 ساعه باش تلقى المحضر. الا ما وقعتيش المحضر راه تتسمى ابونمون كورس 48 ساعه جاوبتهم عن طريق عمق فضائي لان انا راه جيت وخصني نشاف الفيلم باغي يوقع ونحضر اللي هو كيف ديال الفيلم. داز 48 ساعه صافتو لي طلب تعسف شدي انت لا انا جاوبت يعني جاوب ماشي انا انا باقي انا جاي انا شنو دار هو؟ جابوا واحد اخر عينوه مدير تما مدير خصو يعينو جناح السياسه ماشي عبدو دونك عينوه جابوا هادو وصافتو لي واحد واحد قال لهم داك المدير راه حيدنا راه جبنا مدير اخر خدام دابا بداك المدير. ولكن انا مزيان بغيت ما بغيت نقول علاش دابا اش كيديروا تصور المزور انا مثلا فقط انا خليك انا مدير بوكسي كنت في ديما بوكسي مدير بوكسي دابا مدير بوكسي ماشي انت حاجه شخصيه. المهم ريزيليا المارشي دابا لونسا المارشي مشي قسمو على زوج دار لي فونتين بوحدو ودار الاشغال بوحدو. المارشي ديال الاشغال مشى دابا حاليا 2 مليار و 700 مليون كتب 2 مليار و 700 مليون باش مشى واحد الطرف ديال المارشي ومولي فونتين طلب فيه المقاول 500 مليون. إذا جمعنا 2 مليار و 700 هي 2 مليار و 500 كتولي 3 مليار و 300. المقاول دابا هنا قيدو مزيان هادشي الثاني راه مشى ب 500 مليون ديال لي فونتين. دونك هذاك اللي كان مشى ب 2 مليار و 800 ولا دابا مشى ب 3 مليار و 300 باش نتفاهم دابور زيد باش نقول بان حتى الداخليه راه حتى لا تيجي سير خصنا بيناتهم حساب حتى حاجه. يعني وثائقيا انا كنقول علاش قلت المقاول غيربح فسخ تعسفي يعني الوثائق ما كايناش اذا علاش الغا كانوا مدابزين على حاجه اخرى ما يمكنش يقول كاش مليار و 300 زايد اللي غياخذ المقاول هذا 500 الخبير راه عطاتو 500 اذا ديك 2 مليار و 800 باش شادو راه خدم 500 راه ولات الاشغال اللي بقات شحال بقات 2 مليار و 300 لان 500 راه تخدمات هما زادوا 500 اذا دابا من 2 مليار و 300 ولاو عطاو صفقات ب 3 مليار و 600 مليار زايده علاش؟
ولكن هذا الشيء هو حتى لغاية فبراير 22/2013 عاد قرر وداروا اجتماع مع الوالي وداروا لي التعيين ديالو. يعني هاد المدة كلها رانا كنت كنخدم بوثيقة ديال الجروب مونديال كنديرو ادريس. إذا باش عارف هذا الدور شنو كان عنده كنشرح لي هذه المعلومة. هادشي بغيتي هاد السيد هذا عنده هذا الرئيس الجمعي كان هو الكل في الكل. ملي جيت انا ملي كيجيو الاجتماع هو كيفضي ملي كيجي الاجتماع هو اللي كيهضر داكشي اللي كيقول ايه صافي العام يا سيدي الدكتور ديال المحضر كلشي تيوقع كان هو الوالي إصلاح والخدمة وغير المستقبل. ملي جا الملاحظة اللي دارت وعجبتني الأولى هو أنا من شاف المشاريع كلها اللي ما قلتش أبدا الميل دابا باش تكون درتو غير فين يخدموا الناس أفاكم حبسوا هادشي دابا الجرادي هادي ما شتيت أنا أنا خصنا الوزينات خصنا نخدموا الناس إذا عفاكم لا خصنا نبدلوا البوندو الثاني صافي خصنا نبقى مارشي أنا ملي غنحط الملف ديالي كل ما درت ملي بدا يوقع وتعب ماشي هي قانونية حتى تلي هو تلقى رسمية تنقول لي سويت كان بابن واش جيب هالي غير جيب لي غير جيو يفاليدي ولا انتم غير تشوفوا مكانتكم هاي بارك اللي خرج من عندهم شي تكتب لي الوالي سبت لي رسالة اللي كان شرح لي شنو وقع شنو باغين يديرو عيط لديا اللي قلت سيدي تلقى لي ان عنده في الولاية مدير في الولاية قال لي كان اجتماع مع هذا قال لي انا علمتينا علمتكم انت الادارة الوصية ديالو كان يكتب لكم شنو دار عندي سبحان الله خرجت جيت الرباط كتبت للناس ديالي البروكمون لان شاب في لوكيشن راه في كندا عايش في كندا وفي الناس ديالي شفت لي بانك انت عرفت انك كاين والناس ديالك الناس اللي جاو تما راه غادي نتبع على واحد الاعتبار ديال الفات ما خصهاش تغير من الفات هي صافي الفات هذا دابا انا في الرباط كنفضل التعليمات ديالي بقيت في السنة هي فاش مشاو هما جابوا لك واحد باش كيقادوا دابا الوجه يعني ماشي كيقادوا خرج عليه واحد الطبل باش نبين للاخوان باش تعرفوا لان حتى هو واخا داكشي كمان العيا ما يتيس على الحمق لا رجع لك هذا الكلام هذا ما عنده علاقه بهذا الطبل هذا ما عنده علاقه بهذا مع واحد الرساله اللي درت لي انا هذا الرساله من بعد شهرين ونص ولا عيطوا لي في الداخل قالوا دابا خصك دير شي حاجه خصك تجاوب على هادشي شوف كيفاش قالوا لي ما بقاوش يديروها رسميا مشى هو شنو دار هذوك الناس ديال الطولو كتشوف الموقعين جاب مكتب الدراسات جاب ديال لوبيسي اللي تما شنو تيقول في هذا الفريزه اللي صفت المقاول تبع عام الرسائل اللي جاوني من المدير السابق ديال لوبيسي طلبوا منكم باش غادي تشوف تاريخ ولا واحد كل مقاول ثاني باش نعاودو نشوفو شنو تيقول في الجزائر ما عندكش رسالة تيقولوا معاك باش نديرو ريفيكاسيون تسمى ريفيكاسيون باش نديرو لي زيسي لابوراتوار اللي كنقول لي كان خصهم يداروا في مارشي هاد مارشي اللي غادي شكون نبغي هاد مارشي اللي تسلم سي دو سي فيرمي خصهم خلصي تيقولوا بغا نفيريفيو ونعاود ونكونو الدوازا اذا هذا تيقولوا لي دابا انا نقول لك هذا اعتراف ضمني شكون انتم كتسميوه ضمني هذا اعتراف شامل كيفاش ضمني انا ديك اللي يقول لكم غادي يقول لكم هنا وجات حدا كتابو ولا ما كتابو شنو دار تيطلب من هاد الجروب مو باش يجيبو هيدروليسيان اللي خص في لي بومب يجيب هذا وكيطلب وثائق اللي كان من المفروض على مكتب الدراسات يعطيهم في 2011 لان علاش تخلص في 2011 طلبهم لي في 2011 يعني راه خلص داكشي اللي خلصو كله غير معقول مادام ما عطيكش وثائق وما عطيكش لي سيكسيكور انفورماتيك كيما تنقولو سيكسيكور ما عطاكش التصاميم كاين تصاميم اللي خدموا
اللي تخدموا قلت لك وتسالوا الريسبسيون هنا البيبان دابا اللي كيهضروا هاد البيبان راه منين ما كاملينش وين بنين غير مطابقين للتصاميم التصاميم اللي جاب البيرو دي تشوف 2014 من بعد ما درنا الشيء قبل ما يوقع هذا الشيء فيها تكنيتاس البيرو دو كونترول فيزاهم في 2014 كيفاش انت بنيتي وساليتو والباب بني عاد كتجيب الكونترول ديالي يعني التكنيتاس في المكان بني خصي فاليدي كيقول بان هذا الحديد اللي درتي مطابق وانت بنيتي وساليتي عاد جايبو في 2014 والسيل خلصتي ليه لا خلص اللي كان خصو يجيب داك البلان لا الفرق الزمني ما بين فوقاش بلان وفوقاش كان خصو يجيب داك البلان بدا في 2012 يعني 2013 ودابا باقي ما كانش يعني يمكن نحل شي حاجه خلاص كل شيء نعم واش يمكن نهضروا على الصفقات الوهميه ومن كتقول لهم 100 راه تاني ما كاينش والو تاني لا لا ما كاينش صعوبات قبل ما تخلصات قبل ما هذا مجال قبل ما تنجح هذا الوثيقه هذه الوثيقه اللي راه عندكم تما ملي غتقرا هنا شتي هذه الجمله الاولى شتي هذه اللي طلب البيرو دي تجيبو كان خص البيرو دي يكون عاطيها في 2011 باش يكون تخلص هو راه تخلص وسالي وداكشي تخلص قبل ما يدوز الصفقه الوهميه الصفقه الوهميه هذه لا صفقه كانت لا صفقه غير هو ولكن هو تعرض نورمال في الخلاصات طيب هو تبت على راسه هو راه دابا شادو ملي وقع انا ملي خرجت هذا ما خصو يسلم انا ملي خرجتها فاش يعني خدمت في هذا كاين لي هذا الموقع انت قلت له حنا دابا جا دخل عندنا صيد جا فوق انا وقعت كيفاش نقول له شنو قال ما قال جمال غير صافي غير شحال دي كونت شابين واش من دي كونت دي كونت ديال الماتش ديال الدراسات لا دي كونت ديال لونتربرونور اللي كان تيبني ماشي بني خليه يبني ديال الماتش الدراسه الدراسه كنهضر على الدراسه 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 تخلصت كامله 100 درس درس خلص ليك لان هذاك الموقع ديال اليوتيوب عنده جوج ديال جوج حوايج عنده الدراسات الثمن ديالها وعنده التتبع تتبع راه كيتبع عندك تما كيتبع ما كيتبعش تخلص في الدراسه وهذيك الوثائق اللي تما قبل ما يخلصوا خصها تكون كاينه عندك خص يعطيها قبل ما تخلص قبل ما يكملوا بالنسبه لنا سمعنا على انه جات تفتيش ديال كليني ماشي ديال داك واحد وقيته كتطلب داك كونت بوحدها جاو دخلوا غير هما جاو المرحلة ديال 2009 2012 ملي جاو إذا ما خدمناش ليهم يعني ملي جاو هما البلدية جمعنا الزيرو جمعهم قبل ما يجيو عرفتش شنو كاين جابوا لنا داك الطابلو لأن ملي كيجيو لاخر ديال كونت هذا هو الخطأ اللي كيديرو ما خصوش كيصيفطوا اش غنشوفوا اش غنشوفوا مثال الان يعلموا في اللي كتعيط وكان عطيكم انت كتمشي شنو واش درتي دابا ملي طلب 2009 2013 اخر 2013 بدايه 2014 كيطلب 2009 عطيتك وثيقه وعطيت كاع التصويره ومشيتي كاع شفتي بنايه اذا هذيك ملي جاب هذه جمعهم قال لهم غاتقول في هذا الشيء قاد في هذا الشيء هنا فاش جاب واحد الحاجه اللي مهمه لان تم الزوال يعني الزوال يعني خلوه لان باش ما بغيتوش يخرج لان علاش اخرج اش اللي غنقول لكم صافي الفرق تاكلو واش متفقين ولا متفقين متفقين يعني الزوال موجد وما راك عارف موجد هو اللي شاد التعميم عندو ان ريجيستر اللي مرقم باش شتي باش شتي هي مرقم كيدخل فيه اوامر بدء الاشغال اوامر التوقف اوامر الاستئناف كيتسجلوا هما باش كيبين لك هذاك الروجيستر كان عندو الاول كان تكتب فيه ما عندو ما يزيد ما عندو ما يزور فيه ما عندو ما يلعب وقع ليهم ملي كانت غتجي لاكور دو كونت لاكور دو كونت ملي جايه غتجي غتلقى المقاول باقي خدام ديري مسالي ما كاين لا اوردر ولا ريبريز لي دي كونت ديالو كيتخلص فيهم عادي ما كاينش لي بينالتي راه حط ليه سؤال دير انا فيه ست شهور راه عام زياده باش بدا كيفاش هو باقي خدام فين بيناليتي ما عنده كي شنو دار اختار انه يدير واش دارو ويدير ولي الاشكاليه ديالو شنو هي هذيك الفتره كلها كاين رساليه يعني اللي كنت سيف المقاول في الخدمه ما خدامش في الكريستال الخدامه درتي لي واحد الالتزام اللي غاتسالي في 24 يوم درتي لي مده 8 شهور هو كيدرس جا هذا يعني الحق اللي بغا يزور ضروري ضروري ديرو بريز هذا راه حاله
عطاه 6 شهور هنا 10 هنا. الى جبتي دابا الارساليات وجبت لي دور داري كنلقى شنو دار؟ مشى خدا لوجيست جديد وبدا عاود من جديد لغا عفنا هذاك الاوتيل وبدا كيف و تيدورو الطارو و كيف الاشكالية اللي عندو شنو هي؟ اثباتات اللي غادي يجيو الله يرحمو لينا يعني راه شبا الله كورو و قال لان هاهي اذا شنو وقع له؟ كيجي باش غيدير الترقيم، الترقيم اللي كان عندو في ليزور دو سيرفيس الاولانيين خسر دوم تما ها الاشكالية دونك كيوقع ليه مشكل في عندي 1012 وعندي 1012 خصني ما يمكنش خصني ندير 1012 بيس كندير 1012 بيس هادو اذا وعاود من حس المشكل اخر شنو هو؟ ملي غادي لانسبكسيون يقول ليه يجيبو الروجيست غادي يجيبو داك الروجيست هاد الروجيست تكتب ليها وحده ستيلو واحد مايمكنش من 2011 وانت كتكتب هذا الروجيست حتى 2014 وحده كيجي ستيلو واحد لا خبرة تخاد الخط خبرة ها ما نخرج بيناتهم تنقول ليلة وحدة ليلة وحدة تكتب إذا حنا بالنسبة للإثباتات كلشي غادي إن شاء الله اللي خصنا اللي غادي يخسر أنا كيما قلت لك أنا كنت وحدي صراحة ماشي معاك الولاية الولاية خدمتها باش وقفت الولاية وقفت معايا من ناحية كاش يعني يعتبروا ديما في المدرسين اللي كان بغي نديرو إنسان في المدرسين في المدرسين يعني هذا الولي داير ديال جهدو هو شنو وقع عليه ملي شاف راسو غادي يحسن بغا يقلبها جا جا اخر داكشي ديال الانفصال من الانفصال او الانفصال او المدينه او الطريقه او الشحن ما نجحاتش حاول انه يمشي ل يمشي عند حزب الشرطه انا بالنسبه لواحد المعلومه انا كنعرف ما نشوفش كيمكن نطلبوا انها تكون عالميه باش تكون سابقه في المجال فهمتيني؟ لكن الاقتراح ديال المحاكمه بهذا الزياده على المسلمين محاكمه بحكم التنفيذ محاكمه رمزيه رمزيه واش لا 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 هو لا لا غير باش تفهموا السؤال ديال السؤال راه شويه متابع الا بغى المغرب لا بغينا لا بغينا لا بغينا نصلحوا المغرب ما بقاش شكون اللي كيمشي حد راكم كتعرفوا بلا ما بلا ما تحاسبوا واش اللي كيجي اجي نقول دابا هادو اللي جاو نعطيكم مثال هادو اللي جاو دابا انتم راه صيفطنهم افيك اكوزي دي ريسبسيون هادو ماشي حطيت معايا بالعاني صيفطو افيك مضمون ورجعت لي لاكوزي كنقول لي داكشي اللي ديتي حبس هادو اللي جاو دابا اللي جاو دابا هاد بغاو يديروا هاد الوظيفه ديالهم عارفين كاين نوبيسي نكمل الوكيل بس باش تجي شكايه لا اش غادي تجي قال خاو على عطيو بها صاحبي خاو الوكيل عام خاو الله يسلمك الله يسلمك انت خاو شنو كاين شوف سمع هي احسن حاجه اللي غادي تكون الا يمكن لينا نمشيو فيها انت راحي هاد هاد التفتيشات هادو خاصها تكون مفتوحه اي مواطن اي واحد عنده شي يجي الدار اش كديرو واش انا ملي هادو جاو دابا عارفين كاين لوبيسي وعارفين بان لوبيسي هي اللي مكلفه بالتدبير بالتسيير بالمصاحبه بكلشي علاش ما قلبوش على لوبيسي حنا كنا كان عندنا مكتب في وسط البلديه ملي كانوا غيدورهم في المكاتب كانت عندي لوبيسي مكتبه هنا في الدار قطعوا ورقه باش ما يسولوش وهضروا مع الناس زوج قالوا ما تجيوش انا حضرني في الاجتماع
كا لان قاعه كبيره كلشي كاين جاو كيسلموا وحنا جينا وكل والبوبيسي مشاو خرجوا الناس ديالي من المكتب وحيدوا هذا البوبيسي وقربوا يدخلوا من عند القاعه داروا بهم هذا المكتب ديال اتي بالخاص المهندس ديال البوبيسي من الكوش وكون دخل البوبيسي غايشوف الملفات اذا كان باغي يقول لي شوف هذا البوبيسي شنو هذا الملف سؤال عندو بزاف ديال الاتفاقيات بزاف فلوس كاين داخل يعني الا بغيتو تخدم بلا نفس انت ما مكلفش تشوف هادشي لا انا عندي لا بي دي 2010 2015 من سوء الحظ ديالو راه قلت لكم ردني 2009 وطلب لي باش ندير التحيين ديال 2009 2007 2008 لا حصل لك هضرت عليه انت ما بين الاموال اللي تصرفت اختلفت واللي ضاعت واللي تهضرات او في الاهمال شحال تكون إلا خدينا لقينا بأن الظاهرة ما تبقاش 100% حتى 90% إذا 100% أنا كنت بقى 100% كاين 6 مليار وكنت فهمنا؟ تلاعب في الإنجاز قبل ما نجيكم دابا غدا تلاعبات ديالك تلاعبات في الإنجاز كاين أشياء اللي منجزة اللي لا علاقة لها بالواقع لا من ناحية ديال الخدمة لا من ناحية ديال التصميم حنا كنقولوا دابا حديقة التوالي نعطيكم مثال كاين واحد الحيط مبني فيه 5 متر بالعرض 5 متر تخيلوا معايا 5 متر حد وحده بوحده باش بناه المخاول بناه بالطوب مكاينش سوال انا جاي لا كاين سوال لا انا جاي غدا كاين سوال ملي جيت انا باش ندير مراجعة الحسابات ديال داك الشيء خصني نشوف التصاميم لا العالم اللي فيه داك الرقم هو جنات هاد الحيطه اللي كتشوف هذا اللي عالي هو الحيطه النخله فيه 5 متر و 60 سم الجنب ديالو فيه 5 متر و 60 سم بالعرض كله مبني بالطوب والبطويات واخا كاينين يعني المقاوم اللي كيبني 3 متر ثلاثة اخرى اللي كيبني الا جيت تدخل بالحديد ما بلاقيش مع بعض بحال حتى تحت على حيط هذه وحده ثانيا ملي جيت انا نعبر كنشوف التصميم هذا خص يكون فيه بيتون ارمي خاصة مسلحة سا اون فوال سوميلا لتحت اون فوال انا قلت لهم كيفاش قلت له المشكل مخلص ملي بحثت انا عيطت للمقاول قلت له انت راه عندك الثمن ديال الطوب شويه مزيان ولا كان عندي خير وقفتهم ودرت عندي في واخا باقي انا ما قبلونيش نوجد قلت لهم ان فاكس وجي سولت البروغرام شفت هادشي اللي كتشوفوا هذا اللي كتشوفوا راه قلت لهم انا طلبت من الفيديو ديال فيشوت راه كنطريق على الناس ولا اللي بغيت صنعه اللي غتشوف فيها لابروتكسيون ديال الحيط باش ما يمشيش عليك نحصل على هذا الجفاف كون تحت الشكل ديال الرقيه الدوسي مشاهد شنو دار؟ جاب الفيديو ديال واحد النهار فيه سوميلا من تحت وفيه دي فوتو لي فيسيون شوف راه تيجي ها هو شي دي فوتو لي طالعين شوف راه واحد الفوتو دار لا لا واحد على كل عامل كاين واحد شوف لابور هنا لابور لقيت لابور كان ندير جهوي ولا دابا لا لابور بالنسبه لي خاصها لابور اش كيديروا كيديروا في المانديرا اللي تيسد في الناس ها دابا مرجان راه ما نقولش لابور كان ندير 90 مليون شويه هذا السلام 200 مليون زاد 4 مليار و 800 مليون إذا عملية حاجة أخرى ماشي بواسطة كان عندنا غير في واحد البلاصة جا وحدة
الفلوس راه خاطر شي حاجه اللي ما يستاهلش كما لك على حاجه اخرى في هذا الشيء هو دابا كان اصلا كما غنشد دائما اللي غير غير دابا تخيل انت وليد تكلم انت صافي اللي عندها في العام 200 مليون قسمني سيد الرئيس زعما تكون توضح اكثر لانه انا ملي كنقول المشروع اللي عنده 7 سنين و 8 سنين وعاد كنقولوا ما غاديش نتساهلوا انا ما عرفت واش من بعد 7 سنين اخرى ولا 8 سنين القانون واضح المنظم للصفقات العموميه واضح انا اللي كنردي في الرد هذه مساله ما كيختلفوش عليها جوج وهذه مسؤوليتكم انتم السيد الرئيس تطبيق القانون ما كاينه شي حاجه اخرى يمكن نطلبوها منكم سوى تطبيق القانون حنا ملي كنتكلموا على الطريق ديال شارع اكادير اللي زعما اصبح عار علينا كامل كمجلس انه المشروع اللي عنده دابا الان 7 سنين في الوقت اللي كانت المده ديال التنفيذ ديال 6 شهور وكذلك لا كورنيش وكذلك الطريق ديال شارع يفني والطريق ديال القصابي والطريق ديال طنطان وبحر رياض راه عيب زعما باش نقولوا اننا نقلبوا شي مبرر اخر انا ما فهمتش انت القانون كيخول لك اما الى المقاول ما غاديش ينجز العمل ديالو انك تفسخ مع الصفقه وتعلى على صفقه على صفقه اخرى مكمله للمشروع هذا ما كيطلب حتى 3 شهور احنا الان في 3 سنوات ولم تحرك ساكنه هذا من جانب كاين جانب اخر وهو المصيبه فيه هو انه هذوك المشاريع فيهم واحد المجموعه ديال الزيادات واللي كانت الالزاميه ديال انه المجلس يدير فيهم ملحق لهذ الصفقات لم يتم انجاز هذا الملحق وبالتالي هذا فيها خرق للقانون وخرق القانون ديال الصفقات العموميه وبالتالي حنا الرئيس راه يمكن الناس واخذين المساله على الرجال بسهوله ولكن راه العواقب ديال الشراء عواقب وخيمه جدا وانا راه الرئيس راه ما بغيتكش بالمفهوم العامي تصيد شي حاجه انت غير مسؤول عليها ولكن يديك مكتفين باش تاخذ فيها قرار انت راك مسؤول على انك خصك تلقى الحل وفي اقرب وقت راه هادو راه الملاير السيد الرئيس راه الملاير راه ماشي هادشي اللي وقع يطلعوا القيمه ديالهم عند المركز باش يرجعوا لها النقطه هذه انا ادق ناقص الخطر المساله راه ماشي غير في واد نون وقليمي ملي كاينه هاد القضيه راه في الاقاليم المسترجعه كاين حالات خطيره لان ناس عرفات كيفاش تريد ديما عرفات كيفاش تسلب وتنهب عرفات كيفاش تنهب المال العام وتنهب العقار ما تدفعش الضرائب وتولي القوه الماليه كتلعب واحد الواجهه تاع استقرار تلعبها في الرباط ولكن الداخل هي ام الانفصال هؤلاء الناس هم الانفصاليون يراكمون المال يخونون الشرفاء يكذبون عبر التقارير ينهبون الاموال حتى تصبح الدولة عاجزة عن زعزعتهم عن أماكنهم.